السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. محاضرتنا الجديدة لليوم أيضا راح نتحدث بها على السقوط أو حوادث السقوط من المكانات العالية أثناء عمليات الصيانة. زين، خلال أعمال الصعود على الإسكالات على مود حتى فحصون أنابيب مثلا أبو الفحص أو أنت كأبو إنتاج تشوف أكو ليك لو ما أكو ليك، المفروض الحذر من هذا الموضوع ايضا. ليش؟ لانه مرات الوقوع يكون من مسافات بعيده، يعني عندنا بايبات اكثر من 4 متر ارتفاعها، زين، ممكن ان يكون السقوط من الاسكله. وكذلك ايضا اعمال البلتنج، فتح المبادلات، يعني تصل الارتفاعات من 3.8 متر كارتفاع، زين، وممكن ان تسقط او يسقط العامل من عندها اثناء العمل. فلازم الحذر انه تكون مثل ما قلنا الاسكلة اللي يحط لنا اياها لازم اول شيء ثابتة على الارض، مو مكان عالي ومكان ناصي، واذا اكو مكان عالي ومكان ناصي تتعالج القضية فد قطع ثابتة مثلا. هاي نقطة. النقطة الثانية، الاسكلة تكون مثل ما نقول احنا باللغة العامية مرقومة بليت فوقها، او مثلا خشبة، يعني مو خشبة، هو هذا البليت مالتها جاهز يجي، زين، تنحط فوقها ما بين فراغات على مود حتى واحد رجله ما توقع ويختل التوازن مالته ويسقط. هاي نقطة. النقطة الثانية سولفنا أيضا بها بنفس الوقت على موضوع حزام الأمان، إذا كانت الارتفاعات عالية فيحتاج أيضا حزام الأمان يكون من ضمن الإجراءات اللي نستخدمها. هسا اللي بعدها، طبعا هاي صورة مأخوذة من الأعمال أخواننا بمصر النجف أبو أحمد والأخ زيد أثناء فتح المبادلات. هنا شنو اللي عندنا؟ هنا الحوادث اللي تصير من عمل الكرين، الكرين الرافع هذا اللي عندنا. الكرين طبعا اكفد نقاط اساسيه لازم نعرف اثناء العمل به، يعني من يجي الكرين يشتغل المفروض الارض اللي يثبت بها الجقات مالته الجانبيه من المفروض انه هو ابو الكرين يعالجها او المهندس المشرف عليه، مو الا ابو السلامه يجي يقول له تعال هاي الارض رخوه حط لها بليته بالارض قبل ما تبدي تشغل جقاتك. يعرف انه هو هذا لازم الجقات شغلتهم شنو؟ شغلتهم اتزان، زين، يوازن الكرين يثبت لنا عليه من على الارض. زين، هذا ثبته على الارض اذا كانت الارض رخوه مثلا، او الجزء الثاني منها صبه والثاني رخوه، او هي الارض بصوره عامه رخوه، شلون راح يثبت؟ راح يسبب لك خلل بالتوازن مالك، وانت رافع ثقل، زين، راح يصير عدم اتزان. وش بيه؟ قد يتعرض الكرين المن للانقلاب، ينقلب، زين، او يوقع، خلينا نقول باللغه العاميه، فهذا راح يسبب لنا مشاكل. الكرين لازم نثبت الجقات بمكان ثابت، واذا يعني استوجب الامر نستخدم ستيل بليت، بليتات ستيل باسفلهن على مود حتى شنو يحقق لنا عمليه التوازن. هاي نقطه. النقطه الثانيه، نشيك الوزن، ما نشيل وزن ازيد من الحد المقرر. هو كل الكرينات المفروض بهن الارم، هذا من يوصل الى مرحله الوزن اعلى من الحد المقرر للكرين يقوم شو يسوي؟ الارم، يقوم يشتغل عندي. ولازم ايضا هسه راح نحكي عليها انه ديلي تشيك، تشيك يومي للكرين، جقاته، الهيدروليك مالته، لان رافع هيدروليكيه مالته، الهيدروليك مالته، هذا الكيبل مالته، شو نصح له، الكيبل مال الرفع نشيكه، الهوك مالته لازم يتشيك، الاطارات مالته لازم تتشيك، الالارم مالته، الشغلات الالات الدقيقه لازم تتشيك ايضا، زين. فكل هاي الامور لازم شو يسوي الواحد؟ ايضا يحطها بعين الاعتبار ويسوي ديلي تشيك عليها، ديلي تشيك، زين. ف مو بس ديلي تشيك، اند بيريوديكال مينتيننس قاعد يقول الكرين. فالصيانه الوقائيه ايضا ضروريه، الصيانه الدوريه جدا ضروريه للكرين كمعده، لانه العمل به خطر يكون، مو في شيء بسيط. كذلك باوع، شوف هسه هذا كرين عندنا، هذا الكرين هو نفس الكرين الابيض اللي موجود عندنا بمصر النجف. باوع هاي الحاله اسفل الكرين موجوده. باوع هسه اشوف هذا الكراك اللي موجود بمنطقه اللحام، هاي باوع هذا الكراك عولج بعدين. باوع هذا خطر، هذا الديلي تشيك لازم ايضا يصير عليه. من احنا ما نقول ديلي، هذا مو بين الليلتين وضحاها، بادي اكيد فد
بداية كراك بسيط وبادي بالنمو إلى أن واصل المن إلى هاي المنطقة وبروح. شوف هذا خطر، خطر العمل دي. لازم حتى اللي دواخل الكرين، مناطق اللحام، مناطق الارتباط مال الجقات بيمن بالبدن مال الكرين، كلها تتشيك إذا بها ريفيت، بها بولت، بها ولدينج. كل هاي الأمور تتشيك على مود حتى شنو من وقع بمشكلة أثناء العمل، من وقع بمشكلة أثناء العمل، وبالتالي نخسر بها أرواح بالدرجة الأساس، أرواح بالدرجة الأساس قبل ما نقول ماديات. زين، فايضا لازم نشيك هاي شنو على شغله المركبات اللي نستخدمها داخل الوحدات التشغيليه. ايضا هم نسولف فيها شغله الحفاره. الحفاره مثلا احنا عندنا حفاره، الحفاره المن صمموها، صمموها حتى تحفر، مو حتى تنقل لنا بايب. غلط. مو حتى ترفع لنا كرفان. غلط. مو حتى ترفع لنا مضخه. هذا غلط. مو حتى ترفع لنا بليته او اي بيم. زين، التصميم الرئيسي مالتها حفاره صمموها حتى تحفر لنا. زين، حتى تحفر لنا. فاحنا مرات اكو اخطاء شائعه جدا، اخطاء شائعه، يعني مو فد شيء مثلا غريب. حفاره نشيل بها بايب، نشيل بها مضخه، نشيل بها يلا مشيها يلا ما يخالف. لا، اول شيء انت قاعد تشغلها بعمل مو عملها، ما تتحمل، قد تتاذى. هاي نقطه. النقطه الثانيه إضافة إلى أنه شغلات السلامة، يعني ستمن نشيل بها آي بيم، مو مثل ما تحطه بكرين وترفع تصعده بلودر وتنقله باللودر وترجع تنزله داخل الوحدات التشغيلية أو داخل منطقة العمل أو داخل المستودع. هذا إحنا شو نسوي؟ نستسهل الأمر. ها قلنا هو منا لهنا بايب أبو الستة، هو بايب أبو الإنج، ماكو اسمه بايب أبو الإنج أو أبو الستة أو هذا بسيط. لا، هذا العمل مالتها شنو؟ العمل مالتها، العمل مالتها يا بقى المفروض تشتغل على فلان قضية. هاي حفارة، هذا كرين، هذا شغلته. ما أشغله بشغلة هي مو شغلته. زين، فهاي كلش من الأمور الضرورية أنه نباوع أو نحطها بعين الاعتبار. زين، باوع إحنا، خلي الفيديو هسا صار 7 دقائق، خلي نروح ونرجع على الغازات السامة بالفيديو اللي وراه.